تستقبل المحال التجارية المتخصصة في بيع حلويات العيد عدد من سكان مدينة جدة، وذلك لترتيب الأركان الخاصة بالحلويات في أيام عيد الفطر والاحتفال به بعد شهر رمضان المبارك. للمزيد تنضم لنا غدير البلوشي من جدة. أهلا وسهلا يا غدير، أهل جدة والحلويات، خصوصا مناسبة العيد في هالسنة مختلفة، وأيضا سيكون الناس في منازلهم. ولكن لله الحمد فرحة العيد لا تزال موجودة. تواجدنا منذ النشرة السابقة هنا في أحد محل الحلويات لنرصد عملية بيع الحلويات وعملية استقبال المعيدين بإذن الله. الآن نحن في مرحلة اتخاذ كافة عمليات التعقيم. يقوم موظفو المحل بتجهيز الطلبيات الخاصة ليوم غد، وهو اليوم الأخير لاستقبال الطلبات، وأيضا يقومون بعملية التعقيم الكامل للمحل. يحرصون جميعهم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في البداية منذ الدخول للمحل، فحص درجة الحرارة، ارتداء القفازات وتغييرها بشكل دوري، واستخدام أيضا المعقمات، والحرص على عدم تواجد أعداد كبيرة داخل المحل. جيد غدير. طيب بالنسبة للإقبال وأيضا انعكاسه على الأسعار، هل كما كانت عليه أم هناك انخفاضات؟ الأسعار حقيقة كما كانت عليها عبد الإله. الإقبال يوجد إقبال ولله الحمد، ليس مثل الأعوام الماضية نظرا للظروف الراهنة كما ذكرنا وأخذ الاحتياطات الكافية واللازمة، ولكن هناك إقبال وفرحة العيد لا تزال موجودة، ولا يزال الناس يشترون الحلويات بالرغم من احتفالهم وحدهم في بيوتهم. يعطيك ألف عافية مراسلة الإخبارية من جدة غدير البلوشي. شكرا غدير.